بسم الله الرحمن الرحيم، احنا النهارده هنروح وحده الهارت فيلير، هنشوف كيس دايستوليك هارت فيلير. طيب احنا عايزين نطلع بايه من المحاضره بتاعت النهارده؟ احنا عايزين نطلع بست حاجات. اول حاجه عايزين ناخد باك جراوند عن الهارت فيلير، ايه هو الهارت فيلير، ايه الفرق ما بين انواع الهارت فيلير السيستوليك والدايستوليك، يا ترى في كلاسيفيكيشنز للهارت فيلير، الهارت فيلير ده درجات ولا درجه واحده. تالت حاجه البيشنت اللي عنده هارت فيلير ده شكله عامل ازاي، ايه هي الساينز وايه هي السيمتومز اللي بتظهر عليه. رابع حاجه ايه هي الانفستيجيشنز، ايه هو الورك اب اللي بيتعمل لبيشنت عنده هارت فيلير في المستشفى، وايه هي اللاب تيستس، وايه هو المونيتورنج اللي انا بعمله للبيشنت ده علشان اشوف الانترفينشن اللي انا عملته له دوت حسن الحاله بتاعته ولا الحاله بتاعته بقت لأسوأ او زي ما هي. خامس حاجه لازم نركز شويه النهارده على الدايستوليك هارت فيلير، ايه هي الجولز اوف مانجمنت اوف دايستوليك هارت فيلير، ايه هي الميديكيشنز اللي انا بستعملها عشان اقدر اهندل الحاله دي. سادس حاجه نروح بقى نفتح شيت العيان، العيان اللي عنده دايستوليك هارت فيلير ده ونشوف ايه اللي حصل فيه. جميل، الاول قبل ما نخش في الهارت فيلير نفتكر مع بعض الاناتومي بتاع الهارت. الهارت زي ما حضراتكم عارفين فور تشامبرز، في ليفت اتريوم وفي رايت اتريوم، في ليفت فينتريكل وفي رايت فينتريكل. طيب الهارت مطلوب منه ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقه بيعمل حركتين، الحركة الأولانية في الدايستوليك فيز يعمل ريلاكسيشن كويس علشان يملى بلد، ده في الدايستوليك فيز. الحركة التانية يعمل كونتراكشن في السيستوليك فيز علشان يقدر يعمل بامبنج للبلد لبقية الجسم، هو ربنا سبحانه وتعالى خلقه كده. طيب الفيلير يجي منين؟ امتى اقول ان الهارت ده بقى فيلير؟ الفيلير ده جاي منين؟ هيجي من حاجه من الاثنين، يا اما مش قادر يعمل كونتراكشن كويس علشان يضخ الدم لبقيه الجسم، يا اما مش قادر يعمل ريلاكسيشن كويس عشان يقدر يستقبل البلد كويس. تمام، يبقى لما يبقى الهارت مش قادر يعمل كونتراكشن كويس علشان يقدر يعمل بامبنج للبلد لبقيه الجسم، انا كده اقدر اقول عليه سيستوليك هارت فيلير، مش قادر يعمل كونتراكشن في السيستوليك فيز. طيب لو الهارت مش قادر يعمل ريلاكسيشن كويس عشان يقدر يستقبل الدم ويتملي بدم في الدايستوليك فيز، انا اقدر اقول عليه كده دايستوليك هارت فيلير. طيب يبقى الهارت فيلير ده نتيجه، ده كلينيكال سيندروم نتيجه الاستراكشر بتاع الهارت، يعني تركيبه الهارت مخليه مش قادر يعمل ريلاكسيشن، تركيبته مش مخليه مش قادر يعمل كونتراكشن، او نتيجه الفانكشن وظيفته ككونتراكتيليتي او وظيفته كريلاكسيشن مش قادر يقوم بيها، يقوم يحصل مشكله في الهارت ويبقى ده كده اسمه هارت فيلير. يبقى كده احنا بنتكلم في هارت فيلير نوعين، في الدايستوليك فيز وفي السيستوليك فيز. سيستوليك فيز يبقى اسمه سيستوليك هارت فيلير، دايستوليك فيز يبقى اسمه دايستوليك هارت فيلير. طيب نتكلم بروفيشنال اكتر، هو البلد اللي بيطلع من الهارت لبقيه الجسم بيطلع من انهي حته في الهارت؟ بيطلع من تشامبر واحده، هي ديت اللي عليها المسؤوليه ان تعمل كونتراكشن عشان تعمل بامبنج للبلد للجسم كله. ياه ده التشامبر دي مهمه قوي. ايه بقى التشامبر دي؟ ده الليفت فينتريكل. يبقى الليفت فينتريكل هو المسؤول انه يحصل له ريلاكسيشن كويس ويستقبل بلد كويس، وهو المسؤول انه يعمل كونتراكشن كويس عشان يعمل بامبنج لبقيه الجسم. طيب في السيستوليك فيز كده الليفت فينتريكل مش قادر يعمل كونتراكشن كويس علشان يعمل بامبنج للبلد، ده كده الليفت فينتريكل مش قادر يعمل ايجكشن كويس للبلد، ده كده الليفت فينتريكل ايجكشن فراكشن قليل،
اقل من 40%. من هنا جت كلمه ليفت فينتريكل ايجكشن فراكشن. طيب من ضمن الاسباب بتاعت السيستوليك هارت فيلير ان الفينتريكل حصل له دايلاتيشن، وسع مش قادر يعمل الكونتراكشن بتاعه المطلوب. تلتين الحالات اللي بتبقى سبب السيستوليك هارت فيلير نتيجه كوروناري هارت ديزيز، وتلت الحالات نتيجه نان اسكيميك كارديوميوباثي، ممكن تكون نتيجه هايبرتنشن، ممكن نتيجه ثايرويد ديزيز. وزي ما حضرتك عارف الثايرويد هرمونز لما بتبقى عاليه بتعمل اوفرلود على الهارت، ممكن نتيجه اوبيزيتي او ستريس، ضغط الاعصاب وحرقه الدم اللي بتشوفها البيشنت كل يوم في حياته. ممكن يكون بياخد كارديو توكسينز زي اشهرهم الكحول. يا عيني الناس اللي هم عندهم كانسر وبياخدوا كيموثيرابي، في ادويه كيموثيرابي كارديو توكسينز جامده زي مين؟ زي الانثروسايكلينز، زي السايكلوفوسفامايد بهايدوزيس، زي الفلوريوراسيل، زي التراستوزوميب. طيب ايه تاني؟ الكوكايين. ده الكوكايين دوت لو ربنا اراد وشفنا ممكن نشوف كيس كده مخصوصه اللي بيشنت بياخد كوكايين. واحنا في المستشفى بنشوف شباب كتير عندهم حالات حرجه وبيخشوا الاي سي يو وبيخشوا السي سي يو نتيجه ايه؟ نتيجه ان هم ادكت ترامادول وقرف. ومن اكتر الحاجات اللي بتبهدل الهارت الكوكايين. ممكن نشوف كيس تقابلنا كده في الكوكايين. طيب ايه تاني؟ المايوكاردايتس. ممكن يكون نتيجه من غير سبب، حاجه من عند ربنا جات له هارت فيلير ايديوباثيك. ممكن يكون نتيجه تاكيكارديا، الهارت هارت ريت عالي عالي عالي، اوفرلود على الهارت حصل له فيلير. ممكن يكون نتيجه بريبارتم بعد الجستيشن، بعد الولاده ممكن الفيميل تخش في حاله هارت فيلير. طيب ننقل على الدايستوليك هارت فيلير. احنا قلنا في الدايستوليك فيز الريلاكسيشن ما بيبقاش كويس، يعني الليفت فينتريكل نرجع له تاني، الليفت فينتريكل مش قادر يعمل ريلاكسيشن عشان يستقبل بلد كويس. ده ما فيش مشكله في الكونتراكتيليتي والكونتراكشن بتاع الليفت فينتريكل انه يعمل بامبنج للبلد، ده ما فيش مشكله للليفت فينتريكل ان يعمل ايجكشن للبلد، ده كده الايجكشن فراكشن بتاع الليفت فينتريكل بريزيرفت ومظبوط، ده ممكن يبقى فوق ال 50%. يبقى كده ادي الفرق الواضح اللي ما بين السيستوليك هارت فيلير والدايستوليك هارت فيلير، الايجكشن فراكشن بتاع الليفت فينتريكل. طيب ايه هو اهم سبب واخطر سبب يدخل البيشنت في دايستوليك هارت فيلير؟ 90% من الحالات اللي بيبقى اللي داخله في دايستوليك هارت فيلير الهايبرتنشن. الهايبرتنشن هو اللي بيسبب الدايستوليك هارت فيلير غالبا. طيب البيشنت اللي عندهم هارت فيلير بيظهر عليهم ايه؟ بنختصرها في كلمه اف دي. اي اديما، بي فاتيج، سي ديزنيا، دي اكسرسايز انتوليرنس. طيب الهارت فيلير درجات زي ما الناس درجات. العلماء قسموا الديجريز بتاعه الهارت فيلير لكلاسيفيكيشن وستيجز. من اشهر الكلاسيفيكيشنز بتاعه الاي سي سي اي اتش اس قسمت الهارت فيلير لفور ستيجز، ومن اشهر الكلاسيفيكيشنز انيها كلاس قسمت الهارت فيلير لفور كلاسز. طيب نبص عليهم سريعا. الاي سي سي اي اتش اس ستيجز قال لك في ستيج 1. الستيج 1 دي بيعتبروا البيشنتس اللي هم ات ريسك ان يجي لهم هارت فيلير يسموهم ستيج اي هارت فيلير. يعني بيشنت عنده هايبرتنشن، بيشنت عنده دايابيتس، بيشنت اوبيز ما عندوش هارت فيلير، في الستيجز دي بيعتبروها ستيج اي هارت فيلير. طيب في ستيج بي الاستراكشر بتاع الهارت بيقول انه عنده هارت فيلير، شكل الهارت كتركيبه كده يقول لك ان ده كده هارت فيلير، لكن كسيمتومز كفانكشنال مفيش مشاكل، السيمتومز مش ظاهره على العيان، الفانكشن بتاعت الهارت زي الفل، سبحان الله. هو ده الستيج بي. الستيج سي لا، ده استراكشرالي هارت فيلير، ده فانكشنالي هارت فيلير، ده السيمتومز بتاعه الهارت فيلير باينه زي ما الكتاب ما بيقول. طب ستيج دي
لا ده هارت فيلير جامد، ده انا خدت كل السبل عشان اقدر اعمل كنترول للهارت فيلير، ده انا عملت اوبتمايزيشن للدوزز بتاعت الدراجز اللي انا بستعملها ومفيش فايدة، هارت فيلير زي ما هو. ده كده اسمه ريفراكتوري هارت فيلير، ده ستيج دي. طيب انيها كلاس، انيها كلاس بيقول لك بقى اللي هم اتريسك ان هم جالهم هارت فيلير، انا ما ببصش عليه، ما بعتبرهمش ان هم اي كلاسز في الهارت فيلير، هو بيخش على طول في الجد في الستيج ايه، ستيج 1 انيها كلاس 1، يقول لك ان البيشنت ده عنده هارت فيلر فعلا بس مش مأثره على حياته، مش مأثره على حركته. نمثلها كده بواحد مثلا ساكن في الدور الخامس طول عمره وهو صحته كويسه بيطلع الخمس ادوار على مره واحده، جاله هارت فيلر بس ستيل قادر يطلع الخمس ادوار على مره واحده برضه، ده كده يبقى اسمه نيها كلاس 1. طب نيها كلاس 2، ده اول ما بيبتدي يعمل اكتيفيتيز عاديه العاديه بتاعته بتظهر عليه الهارت فيلر. نرجع لصاحبنا اللي ساكن في الخامس، طلع سلمه اتنين التالته طلع الدور الاولاني، ابتدت تظهر عليه السيمتومز بتاعت الهارت فيلر بس برضه ستيل قادر يكمل ويوصل للدور الخامس ويوصل لبيته عادي، ده كده نيها كلاس 2. طيب نيها كلاس 3، لا ده كده السيمتومز بتاعت الهارت فيلير عامله له ليميتيشنز، عامله له مشكله في النورمال اكتيفيتيز بتاعته، ده قدر يطلع الدور الاولاني جاي على الدور الثاني تعب وراح قاعد مستريح، مش قادر يكمل يطلع للدور الخامس، استريح شويه قعد له بتاع ربع ساعه راح مطالع الدور الثالث في الرابع تعب تاني وقف ما قدرش يكمل، ده كده الهارت فيلير سيمتومز عامله له ليميتيشنز للاكتيفيتيز بتاعته، ده كده بيطلع الدور بعد ما كان بيطلع على مره واحده، لا ده بيطلع على مره وعلى مرتين. طيب انيها كلاس 4، لا ده بقى قاعد في بيته اتفرج على التلفزيون مع المدام، ريست ات ريست، جات له السيمتومز بتاعت الهارت فيلير، وده اكتر واخطر الانواع بتاعت الهارت فيلير. طيب ايه هي بقى الانفستيجيشنز اللي بتتعمل، ايه هي الورك ابس اللي بتتعمل لبيشنت زي ده؟ انا كده عديتهم لقيتهم في حدود 10 13 تيست. اول حاجه بيتعمل السي بي سي، لا يكون البيشنت ده عنده انيميا، لا يكون البيشنت دوت عنده انفكشن، تعمل اكسسربيشن للحاله بتاعت الهارت فيلير. بيتعمل يورين اناليسيس، نخاف لا يكون البيشنت عندهم بريتينيوريا، قال لك اصل كتير من البيشنت اللي عندهم كارديو فاسكولار ديزيز بيبقى عندهم بريتينيوريا، فلازم نطمن ان البيشنت ده ما عندوش بروتينيوريا. التيست الثالث نشوف الالكترولايت ليفلز، السيرم ليفل بتاع الالكترولايتس، صوديوم البوتاسيوم المغنيسيوم اخبارهم ايه. طب ليه مش احنا بنقول ان البيشنتس اللي عندهم هارت فيلير دولت عندهم اديمه، يعني في فلويد ريتينشن، يعني في فلويد اوفرلود، اهو الفلويد اوفرلود ده ممكن يغير لي الليفل بتاع الالكترولايتس، يعمل لي هايبوناتريميا، ياثر لي في الليفل بتاع البوتاسيوم، تعمل لي مشكله. طيب رابع تيست ممكن يتعمل الرينال فانكشن تيست، اخبار البلاد يوريا نيتروجين ايه، اخبار السيرم كريات ايه. زي ما حضرتك عارف ان الهارت فيلير ده بيبقى نتيجه يترتب عليه ان البرفيوجن للاورجنز بتبقى فيها مشكله، البرفيوجن بتاع البلاد للاورجنز بيبقى فيها مشكله. طيب الكيدنز لو البلاد ما وصلش كويس ليها تلاقي السيرم كريات عالي، تلاقي البلاد يوريا نيتروجين عالي، ده دلاله ان الكيدني مش قادر يوصل لها بلاد سبلاي كويس، يبقى لازم نطمن على البرفيوجن بتاع البلاد للكيدنس. طيب ايه تاني بيتعمل، كو اجوليشن تيست، البي تي البي تي تي الاي ان ار اخبارهم ايه، نورمال ولا مش نورمال، الفاستنج بلاد جلوكوز، الفاستنج بلاد جلوكوز، قال لك عايزين نطمن البيشنت ده هايبر جلايسيميك ولا لا، اصل البيشنت سواء كان ديابيتك او نون ديابيتك بتلاقي ان الهايبر جلايسيميا بتعمل وورسنينج للكيس بتاعت الهارت فيلر، يبقى لازم نطمن. طيب اخبار الليفر فانكشن تيست ايه، نفس الكلام اللي قلناه على الرينال هنقوله على الهيباتيك، عايزين نطمن البلاد سبلاي اللي واصل للليفر مظبوط، اصل البلاد سبلاي لو مش واصل كويس للليفر هتلاقي الاي اس تي والاي ال تي عاليين، يبقى لازم نطمن. طيب الكاردياك انزيمز اخبارها ايه،
التروبينين اي، لازم نطمن على البي تايب ناتوريتك بيبتايد في النورمال ليفل ولا لا. وزي ما حضرتك عارف ان بي ان بي كل ما زاد كل ما كان ريليتد للكلاسيفيكيشنز بتاعت النيها كلاس. طيب وزي ما حضرتك عارف البي ان بي المفروض ان هو يبقى قليل، لو البيشنت عنده سيمتومز والبي ان بي اقل من 100 يبقى كده المشكله مش مشكله هارت فيلر، لكن لو البي ان بي فوق ال 500 لا دي كده مشكله هارت فيلر ومشكله هارت. طيب بيتعمل اي سي جي، بيتعمل الكتروكارديوجرام، بنشوف البيشنت ده عنده ارثميات ولا لا، بنطمن مفيش انفاركشن، مفيش ستيمي ولا نان ستيمي، مفيش انجينا ولا حاجه، لازم نطمن على البيشنت دوت انه ما عندوش مشاكل تانية ممكن هي دي تكون سبب الهارت فيلر. بيتعمل ايه تاني؟ بيتعمل تشيست اكس راي، بنشوف في بالمونري كونجيشن ولا لا، بنشوف في انلارجمنت في الهارت ولا لا، ممكن ونشوف هل في مشكله هي اللي مسببه الهارت فيلر ده ولا لا. ايه تاني؟ بيتعمل ايكو، خاصه ان التو دايمنشن ايكو، عايزين نطمن الفانكشن بتاع الفنتريكلز عامل اخبارها ايه، نطمن على الفانكشن بتاع الفالفس اب نورمال ولا نورمال. طيب بيتعمل كوروناري انجيوجرافي، ايه الكوروناري انجيوجرافي؟ بنحقن، بنعمل صبغه، بنشوف الكوروناري ارترز، بعد ما بنصبغ الكوروناري ارترز بالبلدي كده عشان ما نتوهش، بنصبغ الكوروناري ارترز بنشوف هل في ثرومبس، هل في انفاركشن في الارترز دي ولا لا، عشان نطمن على الهارت. مش بتتعمل لكل الناس اللي عندها هارت فيلر لا، يعني الناس اللي عندها هيستوري جالهم انجينا قبل كده او شاكين ان في اسكيمي للليفت فينتريكل بنطمن بنشوف في ثرومبس ولا لا. طيب بيتعمل بعض ساعات الاي بي جي، الارتيريال بلاد جاز، اخبار الكربون دايوكسيد والاكسجين ايه، بنشوف البيشنت دوت البي اتش بتاعت البلاد، البيشنت دوت في اسيدوزس ولا الكالوزس ولا نورمال، بنشوف البيشنت ده الاكسجين في هايبوكسيميا ولا لا، بنشوف في الاكسجين ساتوريشن مظبوط ولا لا، لازم نطمن. بس برضه ما بيتعملش لكل الناس، من الناس اللي في بنشك ان يكون عندهم هايبوكسي. طيب نتكلم بديتيلز اكتر على الدايستوليك هارت فيلير، ما هو ده موضوعنا النهارده الاساسي. بنشوف بيشنت عنده دايستوليك هارت فيلير، ايه هي التارجتس اللي ببص عليها، التارجتس اللي ببص عليها عشان اعمل لها كنترول عشان اقدر اقول ان انا هندلت البيشنت الدايستوليك هارت فيلير صح. طيب ايه هي الميديكيشنز اللي انا بستعملها عشان اعمل مانجمنت للكيس؟ طيب اول حاجه لازم ابقى باصص عيني على الهايبرتنشن. احنا لسه قايلين 90% من الناس اللي عندها دايستوليك هارت فيلير كان عندهم انكنترولد هايبرتنشن، ده الهايبرتنشن ما بيخليش الهارت يحصل له ريلاكسيشن كويس. تخيل حضرتك ماسك كوره كاوتش وعامل وقافلها على ايديك كده، عامل لها هايبرتنشن، اهو الهايبرتنشن عامل ضغط على الهارت عشان مش قادر الهارت يعني يعمل ريلاكسيشن ويعمل فيلين كويس بالبلاد. الهايبرتنشن بيعمل كاردياك هايبرتروفي، بيخلي الوولز بتاعه الليفت فينتريك الكبيره تقوم التشامبر من جوه حجمها يصغر، يقوم البلاد سب البلادنج والريلاكسيشن ما بيبقاش كويس عشان دي يقدر يعمل فيلنج للبلاد كويس في الليفت فينتريك. ايه تاني بنبص عليه غير الهايبرتنشن؟ اخبار الهارت ريت ايه، البيشنت ده عنده تاكي كارديا ولا لا، اصل البيشنتس اللي عندهم تاكي كارديا بتخلي الليفت فينتريك ما يلحقش انه يعمل فيلنج بالبلاد، اصل الهارت ريت لما بيبقى عالي بيزود السيمتومز بتاع الهارت فيلر. طب ايه هو اللي بيقلل الهارت ريت؟ بيتا بلوكرز، دي الفيرست لاين، يليها النون داي هيدروبيريدين كالسيوم شاين بلوكرز، يليها الديجوكسين. ايه التالت حاجه بنبص عليها؟ البريلود، اخباره ايه؟ لازم لو في اوفرلود، لو في بريلود عالي لازم ينزل، لازم نقلل البلاد فوليوم ده بالدايوريتكس. بس نخلي بالنا ان احنا ما نقللش البريلود بزياده، ليه؟ اصل الفيلنج بتاع الليفت فينتريكل بيعتمد اساسا على البريلود، لو قل بزياده احنا كده ما حلناش المشكله، احنا كده برضو خلينا الليفت فينتريكل ما يملاش كويس بالبلاد. طيب ايه رابع حاجه؟ نطمن ان الهارت ده ما عندوش اسكيميا، ما فيش مايوكارديال اسكيميا، اصل ما لو في مايوكارديال اسكيميا هتعمل امبيرمنت للفنتريكلز انها تعمل ريلاكسيشن. طيب ايه هي بقى الميديكيشنز اللي بستعملها؟
الاس انهيبيتورز بتقلل لي الموربيديتي، بتقلل لي الهوسبيتاليزيشن، تخلي معدل دخول البيشنت للهوسبيتال يبقى قليل، بتقلل لي الهايبرتنشن طبعا. ايه تاني؟ لو الاس عملت ادفيرس افكتس زي حملت كف او عملت انجيوديما اشفت على الاربز ممكن استعملها، بتعمل نفس الافكت بتاع الاس، بتقلل الهوسبيتاليزيشن وبتقلل الهايبرتنشن. ايه تاني؟ الديجوكسين، الديجوكسين برضه بيقلل الموربيديتي وبتقلل بيقلل الهوسبيتاليزيشن. وفي الحاجات اللي بتقلل الهارت ريت، البيتا بلوكرز، الفرابامل، الدلتيازيم اللي هم نان داي هيدروبيريدين كالسيوم شانل بلوكر، بتعمل ريليفنج للسيمتومز وبتعمل لي كنترول للهارت ريت. بس الحاجات دي كلها على تنوعها ما فيش ولا واحد فيهم بيقلل المورتاليتي، على عكس الكلام في السيستوليك هارت فيلير. لو حضرتك راجعت الفيديو بتاع السيستوليك هارت فيلير هتلاقي ان في حاجات زي البيتا بلوكرز بتقلل المورتاليتي مهم، لكن ولا واحد من دول بيأثر على المورتاليتي، كلهم بيعملوا كنترول للسيمتومز ومنهم بيقلل الهوسبيتاليزيشن والموربيديتي. طيب نشوف بقى البيشنت اللي عنده دايستوليك هارت فيلير اللي مستنينا ده، نفتح بقى شيت العيان ونروح الوحده بتاعه الهارت فيلير. احنا عايزين نطلع بايه لما نفتح الشيت ده؟ عينينا على الساينز والسيمتومز بتاعه الهارت فيلير. ايه هي الفارماكوثيرابيوتيك بلانز بتاعتك يا كلينيكال فارماسيست علشان تقدر تعمل مانجمنت للبيشنت ده؟ ازاي تعمل مونيتورنج؟ ايه هي الكلينيكال بارامترز اللي بتبص عليها واللابوراتوري بارامترز اللي بتبص عليها؟ لو البيتا بلوكرز او غيرها عملت ادفيرس افكتس، ازاي تعمل تحل المشكله بتاعت الادفيرس افكتس بتاعت الميديكيشنز اللي انت استعملتها دي؟ طيب نفتح كده شيت العيان، التشيف كومبلين، البيشنت ده داخل المستشفى ليه؟ ايه مشكلته الاساسيه؟ قال لك ان انا مش قادر اخد نفسي، مش قادر، مش ملاحق اخد نفسي، بيقول لك I can't catch my breath. طيب الهيستوري اوف بيشنت انس، دي واحده في ميل عمرها 83 سنه دخلت الامرجنسي ديبارتمنت مش قادره تاخد نفسها، مش عارفه تاخد نفسها. التمريض في الامرجنسي ديبارتمنت قاس الهارت ريت لقاه 110 على 120، الهارت ريت عالي، الديزنيا بقالها اسبوعين من سيء لأسوأ، الفيزيكال اكتيفيتيز مش قادره تقوم بيها، ده السيمبتومز بتاعت الهارت فيلر بتاعتها بتجيلها وهي قاعده اتريست. طيب باست ميديكال هيستوري، البيشنت ديت دايابيتك بس الحمد لله كنت مجرد كنترول للدايت مظبط لها الدايبيتس، والبيشنت ديت هايبر تنسف من 40 سنه، وللاسف الهايبر تنشن مش كنترول، ده البلاد بريشر عالي. طيب انت وانت بتقرا الشيت ترجم بقى. طيب اول حاجه الهايبر تنشن، احنا لسه قايلين ان اكبر اسباب الدايستوليك هارت فيلير هايبر تنشن، والهايبرتنشن هنا مش كنترول، يبقى لازم اعمل كنترول للهايبرتنشن ده. ايه تاني؟ الهارت ريت عالي 110 ل 120، ده لازم اعمل كنترول كويس للهارت ريت. ايه تاني؟ نشوف على الفاميلي هيستوري، عندها الوالد وصل ل 85 سنه ومات، الوالده جالها هيب فراكشر وهي عند 88 سنه وبعدين ماتت، ما شاء الله عيلة معمرة. الأخ لا ده الصغير بتاعهم ده 80 سنة يا دوب وصحته زي الفل وعايش ما شاء الله. طيب السوشيال هيستوري، الست ديت كانت مدرسة في مدرسة وقاعدة حاليا في بيتها لوحدها، وكل الأكتيفيتيز اللي هي بتعملها إنها بتلعب كوتشينة مع صاحباتها بس، ده اللي بتعمله. طب أنا بخش في الديتيلز قوي دي ليه؟ يعني أنا هيفرق معايا مدرسة ولا مش مدرسة؟ هيفرق معايا ايه ان هي قاعده في بيتها ولا بتلعب كوتشين مع صاحبتها؟ ما تقلق انا مالي. لا مش حكايه كده، ده انت لازم تترجم لما كونك انك تعرف ان هي مدرسه، في فرق وانت بتعمل بيشنت اديوكيشن لبيشنت هاي كلاس او بيشنت متعلم، عنك انك بتعمل بيشنت اديوكيشن لبيشنت لو ليفل او بيشنت جاهل اجنورنت. في فرق لما البيشنت ده وانت بتعمل له بيشنت اديوكيشن وقاعد مع عيلته برضه بتعمل فاميلي اديوكيشن، غير بيشنت قاعد هما لون وقاعد لوحده مفيش واحد واخد باله منه.
في فرق ما بين واحد بيشنت بيطلع الهرم وينزل ويعمل مجهود رهيب عن بيشنت قاعد مجرد انه بيلعب كوتشينه او قاعد بيتفرج على التلفزيون. نبقى عارفين نوعيه الاكتيفيتيز اللي بيعملها، لا بتفرق في المانجمنت. طيب ايه الكرنت ميديكيشنز اللي داخله بيها؟ قالت لك انا بس اللي باخده كابوتين 25 مرتين في مللي جرام مرتين في اليوم. طب الايه اللي قل الالرجي؟ مفيش اي نوع من انواع الالرجي من ميديكيشنز خدتها. نبص كده على الكارديو على الكارديو فاسكولار سيستم، مفيش تشيست بين الحمد لله، كل المشكله ديزنيا اون اكزيرشن وبيحصل اورثوبنيا. بالمناسبه الفرق ما بين الديزنيا والاورثوبنيا، لا الاورثوبنيا دوت البيشنت مش قادر ياخد نفسه، بيجيله كرشه نفس ساعه ما يبقى نايم على السرير، لما يبقى كده مسترقي يجيله الورسنج اوف ذا بريث، هو ده الاورثوبنيا. وفي بريفرال ايديما، معنى كده ان في شويه فلويد ريتينشنز حلوين. طيب ريسبيريشن اخباره، قلنا في ديزنيا في شورتنس اوف بريث وفي شويه كف بس مش برودكتيف، الحمد لله مفيش تشيست انفيكشن. الجي اي زي الفل، مجرد ان في شويه ساينز اوف هايبو موتيليتي للباول. طيب جينيتورينري اريا مش بتشتكي منها، الماسلز في انابيليتي للاكسرسايز، مش قادره تعمل الاكسرسايز الطبيعي بتاعها الاكتيفيتيز بتاعتها نتيجه الويندد اللي هي فيه. طيب جنرالي بقى ايه اللي حصل لها بقى الست ديت؟ اتنقلت الامرجنسي ديبارتمنت وكان عندها مودريت ديستريس. طيب مهم جدا بقى نشوف الفايتال ساينز، الفايتال ساينز ديت هو الكشاف اللي بيولع الاوضه الضلمه اللي انا بخشها. البلاد بريشر اخباره ايه؟ 150 على 100، ده البيشنت ديت عندها هايبر تنشن لازم اعمل له مانجمنت. البالسز 100 ل 130، والريتم الحمد لله ريجولار مظبوط مفيش اريتميات ولا حاجه، بس الهارت ريت عالي. الويت 73 كيلو جرام، واصلا الدراي ويت بتاعها 65، ده كده بلاد بريشر عالي، ده كده الهارت ريت عالي، ده كده في فلويد ريتينشن، لان الوزن الطبيعي 65 بقى في خلال وقت قليل 73، لا ده مش اوبيزيتي، ده كده في فلويد ريتينشن. ادي التارجتس اللي انا ببص عليها وانا بهندل الحاله دي. طيب السكن كالرد بيل، الاتش اي اي ان تي، الهيد، الاير، الاي، النوز، الثوركس نورمال ما فيهمش مشاكل. طب النك في مايلد جاجولار فينس ديستنشن. ايه الجاجولار فينس ديستنشن ده؟ ده الجاجولار فين دوت، ده فين بيبقى في الـ في الـ في, الـ في النك كده، ده اللي بيوصل البلد من الـ من الهيد للهارت. كون ان هو يبقى ديستنتد، كون ان هو يبقى متضخم زي ما حضرتك شايف كده، ده كده معناها ان في فلويد ريتينشن، ده كده معناها ان البيشنت دوت لازم ياخد دايوريتكس علشان ينزل الفلويدز اللي عنده دي. طيب اللانجز مفيش مشاكل، مجرد ان في كراكلز في كركره، لما الفيزيشن بيحط السماعه كده على ظهر العيان بيسمع صوت الكركره دي. طيب الهارت ريتم مظبوط، يعني ديتيلز شويه يقول لك الانتنسيتي بتاعه الاس 1 فيها في شويه فاريشنز، لكن كريتم مظبوط، لكن المشكله في الريت الهارت ريت. طيب الابدومين الفيزيشن قال لك الحمد لله ريلاكسنج مفيش مشاكل، سلايتلي انلارجمنت للسبلين والليفر ماشي مش مشكله. طيب الجينيتال اريا، الجينيتال والريكتال اكزامينيشن اتعمل جواش تيست طلع نيجاتيف، مفيش بلاد في الاستول. طيب الاكستريميتيز قال لك في لوور ليمب ايديما، في ايديما ظاهره، ده كل ده دلاله وبيأكد ان في فلويد ريتينشن. النيورو السي ان اس انتاكت مفيش مشكله في النيورو اريا. طيب اتعملت اللاب تيست زي ما الكتاب ما بيقول بقى، الكترولايتس اخبارها ايه؟ الحمد لله مظبوطه، صوديوم بوتاسيوم مغنيسيوم وات ايفر. طيب السي بي سي مظبوط الحمد لله، مفيش مشاكل لا في انيميا ولا في انفكشن. طيب كاردياك انزيمز نقف بقى، لا ده التروبينين اي 1.1، احنا عارفين ان التروبينين اي المفروض ان يبقى اقل من 0.1، لا ده هنا واصل ل 1.1، لا ده كده في مشكله في الهارت. البي ان بي ده واصل ل 1100،
ده انا لسه قايل البي ان بي لو فوق ال 500 ده كده المشكله اللي عندك مشكله هارت فيلير. ده لا ده كده وصل ل 1100، ده مشكله هارت فيلير، ومشكله هارت فيلير وكبيره. طيب ليفت فينتر ليفر فانكشن تيست اخبارها ايه؟ الحمد لله في النورمال. الكواجوليشن تيست في النورمال. الرينال فانكشن تيست الحمد لله. البرفيوجن للكيدنز مظبوطه، والبي والبلاد يوريا ناتج من السيرم كريات في المعقول. البلاد جلوكوز تيست، البلاد جلوكوز ليفل مظبوط الحمد لله، مظبطه بس مظبطه بس الاكل بتاعها والسكر كده كنترولد الحمد لله. طيب الثايرويد تيست مظبوطه في النورمال، مفيش مشاكل. يبقى كل المشكله بقى في السلايد دي نطلع من اللابس ان في كاردياك كاردياك انزيمز، هي الكاردياك ماركرز عاليه. طيب اتعمل اي سي جي، قال لك الفيزيشن بص كده على الاي سي جي قال لك يا دكتور في ساينس تاكيكارديا، ده في شويه ديفيوجن في الاس سي تي ويفز. طيب تعمل تشيست اكس راي قال لك يا دكتور في انترستيشيال اديما، في شويه اديما بلمونري كونجستشن نتيجه، ده دلاله برضو بياكد ان في فلويد ريتينشن. طيب ايه اللي اتعمل بقى للبيشنت ده؟ راح وحده التليمتري اتركب اتحط على مونيتور، عمل ايكو تو دايمنشن ايكو عشان نعمل ايفالويشن للليفت فينتريكل والفالفز. طلع من الايكو ان في امبيرمنت للفنتريكل ريلاكسيشن. ايوه انا خدتها فين دي؟ انا خدتها في الدايستوليك. ايوه الفالفز الحمد لله ما فيهاش مشاكل. اتعمل ايجكشن فراكشن طلع 45 ل 50%، وما فيش ستينوزس في الميترال فالفز. معلش يا بيه انت قلت لي الايجكشن فراكشن كام؟ 45 على 50. ده كده هارت فيلير بريزيرفد ايجكشن فراكشن. الليفت فينتريكل مش عامل لي مشكله في البامبنج، ده عامل لي مشكله في الريلاكسيشن. طيب تشخيصك يا دكتور ايه؟ ده دايستوليك هارت فيلير. البيشنت دوت دايت كنترول دايابيتس ميليتس ونيو اونست اوف دايستوليك كونجستيف هارت فيلير. ادي التشخيص. يبقى احنا كده لما نبقى فاهمين وعندنا الانفورميشن نقدر نبص في الشيت بتاع العيان ونفهمه. طيب الاسئله المعتاده اللي احنا متعودين عليها ونسالها اول ما نوصل للدياجنوز، هل يا ترى في ميديكيشنز عامله وورسننج للكيس؟ لا ده كل اللي واخداه كابتوبريل. طيب الساينز والسيمتومز اللي بتبان على العيان دي ايه؟ عرفناها اف دي. طيب كلاسيفيكيشنز هو في انهي ستيج؟ ها ايه هي الجزء اللي ببص عليها وقلناها؟ ايه هي الميديكيشنز اللي بياخدها في المستشفى عشان اقدر اعمل كنترول للكيس؟ ايه هي الميديكيشنز اللي بياخدها بعد ما بيخرج من المستشفى؟ طيب ايه هي ايه البيشنت ايدوكيشن؟ البيشنت ده محتاج ان انا اعلمه ايه عشان اعمل امبروفمنت للكومبلاينس؟ ايه هي اللابوراتوري بارامترز والكلينيكال بارامترز اللي انا باخدها بعملها علشان اشوف البيشنت ده رايح على فين؟ في امبروفمنت للكيس ولا في وورسننج للكيس؟ طيب البيشنت ده لما دخل قعد 3 ايام في المستشفى، ادوا له لازكس 80 مللي جرام 2 تايمز بير داي. طيب الكتاب بيقول ايه؟ ده لسه بادئ لازكس. الكتاب بيقول انا لو هبتدي لازكس المفروض اقول من 20 ل 40 مللي جرام وانس اور توايس دايلي. لا ده ابتدوا 80 مللي جرام 2 تايمز بير داي مره واحده. قال لهم يا جماعه ليه؟ ليه الدوز العاليه دي مره واحده كده؟ قالوا هو كده. هو ايه اللي هو كده؟ الجايد لاينز بتقول من 20 ل 40 وانس اور توايس. بتعليها ليه؟ لم يسمع احد. عادي جدا ما تاخدش في نفسك علشان صحتك، مفيش مشاكل. طيب كارفيدولول 6.5 مللي جرام 2 تايمز بير داي، اشمعنى؟ ده الكتاب بيقول. هتقول لي تاني الكتاب؟ هقول لك تاني وتالت. الجايد لاينز بتقول من 3.25 مللي جرام مرتين في اليوم، اشمعنى الدوز دي؟ طيب خلاص الاسبرين 325 مللي جرام مره في اليوم، طبعا علشان الكواجريشن نحافظ عليه. الكابتوبريل كانت ماشيه على 25 مللي جرام 2 تايمز بير داي ولسه البلاد بريشر عالي ولازم نعمل له كنترول، راحوا مزودينه من 25 ل 50. حلو زي الفل وصح، ولا اعتراض على الدوز دي. طيب كلينيكال كورس البيشنت ده زي ما قلت لحضرتك قعد 3 ايام، في اخر اليوم الثالث لمده 24 ساعه بلاد بريشر اتظبط، هارت ريت اتظبط، الويت ابتدى ينزل من نص لكيلو جرام بير داي، معنى كده وابتدى يطلع كاردياك يورين اوت بوت كويس، الفلويد ريتينشن ابتدت تتظبط، الحمد لله كده يتكتب له على خروج وانا ضميري مستريح.
مشي على ايه بقى في الخروج؟ كتب له على ايه؟ كابتوبريل 50 مرتين في اليوم، كارفيديلول 6.5 مرتين في اليوم، فيروسوميد 80 مللي جرام مرتين في اليوم. لسه مصممين على الدوز العاليه دي، واحنا اعترضنا على الدوز دي ولم يسمع احد. خلاص نعمل ايه؟ انت يعني انت بتقول الصح اللي انت شايفه. خلاص طيب، الاسبرين مشي على 325 مللي جرام ديلي. طيب ايه هي بقى البيشنت اديوكيشن المفروض تعلمها للعيان؟ من اشهر الاسباب، من اشهر الاسئله اللي بتتسال لواحد لسه زبون جديد في الهارت فيلير، يقول لك يا دكتور يا كلينيكال فارماسيست، ده الفيزيشن كاتب لي على ادويه كتير، ايشي دواء بتاع ميه، وايشي مش عارف بيتا بلوكر، وايشي وايش. لا، لازم تفهمه ان الادويه دي مهمه، الادويه ديت مهمه في عشان تعمل كنترول للسيمتومز بتاعتك، عشان تعمل كنترول للهايبرتنشن اللي كان سبب في الدايستوليك هارت فيلر بتاعك. اسلوب الحديث في العلاج ان انا مش بس اقول له برشام يتاخد الصبح، والبرشام يتاخد على الريق وقبل الاكل وبعد الاكل وخلصنا، لا، لازم تشرك العيان في الحاله بتاعته، لازم تفهمه الادويه ديت اهميتها ايه وليه، كل ده علشان تزود الكومبلاينس، يقوم المانجمنت بتاع الديزيز يبقى احسن. طيب لازم تفهمه ان الاكل بتاع حضرتك يبقى فيه صوديوم قليل، ملح قليل، لان الصوديوم بيزود البلاد بريشر، الصوديوم بيعمل فلويد ريتينشن. لازم لو بيشنت لاحظت ان هو اوبيز تقول له لا، ده انت لازم تنزل وزنك، لان الوزن بيعمل سترين وبيعمل ستريس على الهارت. اعمل له تشجيع انه يعمل شويه فيزيكال اكتيفيتيز ولو على خفيف، لان الفيزيكال اكتيفيتيز بتقلل الاستريس وبتساعد على ديكريزنج للبلاد بريشر. لو بيشنت الكحوليك قول له الالكحول ده مشكله، بيعمل ويكنس لهارت اصلا دامجد لسموكينج. التدخين ضار جدا بالصحه، السجاير دي عامله زي السكاكين اللي بتقطع في الهارت بتاع حضرتك، لازم لو بتدخن توقف تماما التدخين. طيب في فولو اب كويستشنز، انا مش بس بعمل مانجمنت للحاله لما تدخل المستشفى عدت لها 3 4 ايام وبقت كويسه واكتب لها على ميديكيشنز وخرجت واديله ودي للعيان ضهري وخلصنا، لا، الصح لازم احاول اعمل ماكسمايزنج للدوزس اللي انا مديها له. الصح اطمن ان الميديكيشنز اللي انا اديتها له ديت ما عملتش ادفيرس افكتس. لو الكارفيديرول زي ما انتم عارفين او البيتا بلوكرز عامل فلويد ريتينشن ولا اديما، نتصرف ازاي؟ او عملت فتيج، نعمل ايه؟ لازم نعمل مونيتورنج. طيب المونيتورنج اللي بيتعمل، حضرتك بتدي ايس انهيبيتورز، يبقى المفروض يبص على السيرم كريات والبوتاسيوم بعد اسبوع او اسبوعين من اخدانه للايس، او بعد اسبوع او اسبوعين من بدايه انكريزنج للدوز بتاعت الايس. اصل الايس لو السيرم كريات زاد 30%، لا ده انا وقفت، لان الايس كده عملت لي مشكله في الكيدنس. طيب يبقى عين على البلاد بريشر، لاحسن البيشنت ده يخش في هايبوتنشن مني نتيجه الايس، اخاف الايس تعمل لي انجيوديما او تعمل لي كاف نتيجه البراديكاينين او مشفت على الاربس. طيب بيتا بلوكرز، عين على البلاد بريشر واكتر حاجه الهارت ريت، اخاف البيتا بلوكرز تعمل لي انكريزنج للايديما والفلويد ريتينشن او تعمل لي فتيج. ده بيشنت اصلا بيشتكي لك انه عنده فتيج او عنده ايديما، تقوم تدي له بيتا بلوكر يعمل له فتيج وايديما؟ طب دي مشكله، لازم تفهمه انه لو حصل الكلام ده ممكن في خلال اسبوع ولا حاجه السيمبتومز دي تروح بتاعه الفتيج بالذات. لو الفتيج كان زايد والايديما ظهرت، لا ده انا ابتدي اقلل الدوز بتاعه البيتا بلوكر، لا ده انا ممكن استغنى خالص عن الدوز بتاعه البيتا بلوكر واعمل لها جراديوال ديسكونتينيويشن لو الهارت ريت مظبوط. طيب الديجوكسين، لازم ابقى قايس السيرم ليفل بتاع الديجوكسين، اخلي بالي ما يزيدش عن 1 نانو جرام برميل، هو المفروض يبقى الثيرابيوتيك اندكس في حدود من نص ل 0.9. اخلي بالي لو البيشنت ده عند رينال امبيرمنت، لاحسن البيشنت ده يخش الديجوكسين توكسيستي. وزي ما حضرتك عارف ان اغلبيه الخروج او الاليمينيشن بتاع الديجوكسين رينالي. طيب هو الديجوكسين بيعمل ايه لو عمل توكسيستي؟ ده ممكن يعمل لي هايبوكاليميا، ممكن يعمل لي هايبوماجنيسيميا، ممكن يعمل لي هايبر كالسيميا. طب ايه هي الساينز والسيمبتومز بتاعه الديجوكسين توكسيستي؟ نوزيا، فوميتنج، فيجن تشينجز. طيب البيشنت ده راح بعد اسبوعين للعياده الخارجيه وتابعناه، قال لك الحمد لله الوزن الحمد لله زي الفل، رجع للطبيعي، البلاد بريشر 100 على 50 كنترولد، الهارت ريت 100 على 110،
الهارت ريت عالي والبلاد بريشر نازل على القليل، والفيزيشن بص عليه حاسس ان هو بيل وفي ساينز اوف ديهايدريشن. طب يا جماعه ما احنا قلنا لكم في المستشفى، ما احنا قلنا لكم في المستشفى ان الدوز بتاعت الفروسمايد 80 دي مرتين في اليوم عاليه، ايه الداعي؟ افتكروا الكلام وافتكروا كلامنا وقال لك اه احنا ننزل الدوز بتاعت الفروسمايد. طيب يبقى الكلام الصح صح، يبقى رجعوا وفهموا وعرفوا امتى ككلينيكال فارماسيست وابتديت تاخد البوزيشن بتاعك في المستشفى. طيب سريعا كده رول الفارماسيست، ايه اللي احنا عملناه؟ عملنا ادجستمنت للدوز بتاعت الفروسمايد، اتكلمنا على الدوز بتاعت الكارفيدينول ولم يسمع احد، عملنا بيشنت اديوكيشن وما تستهترش بيه لان ده بيزود الكومبلاينس بتاع البيشنت. انا كده خلصت مع حضراتكم، اتكلمنا في 6 نقط، عرفنا باك جراوند عن الهارت فيلير، انه انواع الهارت فيلير السيستوليك والدايستوليك، الفرق ما بينهم، الكلاسيفيكيشنز بتاعت الهارت فيلير، اتكلمنا بتركيز اكتر على الدايستوليك هارت فيلير، وايه هي التارجتس اللي ببص عليها عشان اقدر اهاندل البيشنت دوت، وايه هي الميديكيشنز والاوبشنز اللي بستخدمها عشان اقدر اعمل مانجمنت. رحنا وحده الهارت فيلير، فتحنا شيت العيان، شفنا ايه اللي حصل، قسنا له اللابس وعملنا له اللازم، والبيشنت بقى كنترولد والحمد لله. انا سعيد ان انا كنت معاكم النهارده، شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.